بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المشاهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو وفاة سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الأسبق. بداية عزيزي المشاهد، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل رمز الجرس ليصلك كل جديد مباشرة. أعلن أحمد شوبير الإعلامي الرياضي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك وفاة الكابتن سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الأسبق. يذكر أن سمير زاهر ولد يوم 30 أغسطس عام 1943 في دمياط، وتخرج من كلية فيكتوريا بالمعالي، ثم حصل على بكالوريوس علوم عسكرية، وهو عقيد سابق في القوات المسلحة وأحد المشاركين في حرب أكتوبر. ينتمي زاهر لأحد أهم العائلات في محافظة دمياط، ومتزوج من الدكتورة فاطمة القليني، ولديه ولدان منة وحمادة، وأحفاده يوسف وملك وزيدان وزاهر. وكان سمير زاهر قد وافته المنية اليوم 13 مارس 2018. شكرا لك عزيزي المشاهد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.